باب عقد الذمة. الناس الذين يعيشون معنا ينقسمون إلى أقسام، إما أن يكون مسلما، وإما أن يكون كتابيا له ذمة، وإما أن يكون معاهدا، وإما أن يكون محاربا. وهؤلاء كل واحد له أحكامه التي تخصه، كل واحد له أحكامه التي تخصه. فالآن نحن نتكلم عن أهل الذمة، والمقصود بأهل الذمة أي أهل العهد الذين بينهم وبين المسلمين ذمة، بينهم وبين المسلمين ذمة. وتطلق هذه الكلمة أهل الذمة على أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى. هؤلاء عادة يطلق عليهم أهل الذمة، اليهود والنصارى. وباتفاق أهل العلم أن اليهود والنصارى تؤخذ منهم الجزية أو ويتركون على دينهم، تؤخذ منهم الجزية ويتركون على دينهم. واختلفوا في من كان غيرهم من الأديان الأخرى كالمجوس والهندوس والبوذيين والملحدين وغيرهم من الديانات والمذاهب والأمور التي يلتزمونها. وعقد الذمة لأهل الكتاب اليهود والنصارى لقول الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. فالله تبارك وتعالى أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. والذين أوتوا الكتاب كما هو معلوم اليهود والنصارى، كما في قول الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجواح حتى قال وأحل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وبالاتفاق أن الطعام والنساء المقصود بها نساء اليهود ونساء النصارى، وطعام اليهود وطعام النصارى، ولا يدخل في هذا غير اليهود وغير النصارى. قالوا كذلك هنا الله تبارك وتعالى لما قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يتكلم عن أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. فذهب أحمد رحمه الله تعالى والشافعي، مذهب أحمد ومذهب الشافعي، إلى أن الجزية لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى، ثم استثنوا وقالوا والمجوس، لأنه جاء في حديث عبد الله عبد الرحمن بن عوف قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وهذا يعني إسناده ضعيف لا يثبت، لكن الذي صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من يهود من مجوس هجر، هجر اللي هي حاليا الإحساء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من يهود هجر، من مجوس هجر عفوا، من مجوس هجر، فدل على أنهم أخذت من، قالوا هؤلاء لهم شبهة كتاب، فقالوا المجوس لهم شبهة كتاب، يعني لهم كتاب رفع، لهم كتاب رفع، فلذلك يعاملون معاملة اليهود والنصارى، معاملة أهل الكتاب. وذهب الإمام مالك واختيار ابن تيمية وابن القيم إلى أن الجزية تؤخذ من كل كافر، إلى أن الجزية تؤخذ من كل كافر، كل كافر تؤخذ منه الجزية، بدلالة أن الآية ذكرت كمثال، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ذكرت كمثال وليست نصا في أنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب. هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. الأمر الثالث حديث بريدة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره: إذا حاصرت أهل حصن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم قالوها فأمرهم بالهجرة، فإنهم أطاعوك فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، وإنهم أبوا فهم كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء حق، فإنهم أبوا الإسلام فأمرهم بالجزية، فإنهم أطاعوك فاقبلها منهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وهذا كلام عام، إذا حاصرت أهل حصن لم يفرق بين يهود ونصارى ومجوس ووثنيين وغيرهم أبدا، وإنما قال إذا حاصرت أهل حصن. ثم قالوا هذا عمل المسلمين
في الفتوحات الإسلامية دخلوا بلاد الهند وبلاد السند، وكثير منهم لم يكونوا يهودا ولم يكونوا نصارى، وكان فيهم وثنيون وعباد أصنام، وقبلوا منهم الجزية. يعني هذا جرى عليه عمل المسلم، وهذا الأظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الجزية تؤخذ من كل كافر. وإن كان بعض أهل العلم استثنى من الكفار نصارى العرب، نصارى العرب قال لا تؤخذ منهم الجزية، النبي لم يقبل الجزية من نصارى العرب. لكن هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقريبا الجزيرة كلها قد دانت بالإسلام. فالبعض قال نصارى العرب لا تؤخذ منهم الجزية، والصحيح أن الجزية تؤخذ من كل كافر، هذا الأظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. إذن القول الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة، واختيار الإمام مالك واختيار ابن تيمية بن القيم، أن الجزية تؤخذ من كل كافر، وإذاك تنعقد الذمة لكل الكفار. قال أو لمن لهم شبهة كتاب كالمجوس، ذكرنا هذا الآن.